السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلاشات الساند ديسك كتير ناس ما بيكونش ليها أي سوفت وير على المواقع المعروفة، وبالبرامج ما بتقبلش إنها تعمل فورمات، ودايما مديها مساحة صفر اللي هي كروس بلاد اللي هي USB فلاش درايفر دي. هي نفس النوع الصورة اللي شايفينها قدامكم دي. تمام، هو في حل بسيط كده. الفلاشات دي أساسا أولا نوعها مش كويس، غير كده يعني نظام التشغيل بتاعها هنخليه فات 32، هنبعد عن ال NATFS خالص. اللي بيحصل ان الفلاشة بتدي مساحة صفر ل بتبدأ تحطها مثلا على لاب او على جهاز، بيبدأ نظام التشغيل بتاعها يتغير او الفورمات بتاعها يتغير من NTFS او فات 32 الى اكس فات او رو او اي صيغة تانية، فبالتالي ما بتعرفش على اي جهاز او اي ويندوز تاني. فانا هحاول النهاردة نخلي الفلاشة اللي معانا اللي هتصلح دي نخليها فات 32، عشان نقدر ناخد كوبي وبيست عليها براحتنا، وان شاء الله المشكله هتتحل. الطريقه هي برامج مشهوره زي بارتيشن ويزرد او ايرث تول باك اب. هنلاقي البرامج دي موجوده دلوقتي او هي موجوده في البلوجر او رابط البلوجر الموجود تحت الفيديو. طريقه الشغل سهله جدا. نيجي نشوف بس الفلاشه ليه مديها مساحه صفر. طيب عايزين نعالج المشكله دي، كل اللي هعمله ان انا هاجي على برنامج ES Use Partition Master اللي هو البرنامج اللي بتاخد منه بتعمل منه باك اب وحاجات كده. نشوف، هتلاقي هنا اسمها Unlocated. هقول له اعمل لي كريت، لا مش عايز ان اخليها فات 32، واقول له اوكي. تمام، اقول له ابلاي، اقول له اوكي ونستنى. والاوبريشن زادي سكسس، ماشي نقول له اوكي. تمام، نيجي على الفلاشة. شاشة 62 جيجا زي ما انت شايف، بقت 62. نحط عليها اي فيلم او اي حاجة. نشوف الفلوس هو الفيديو شغال. ناخد ادي الطريقه. رب الناس اللي هتلاقي البرنامج ده هحطه لك تحت الفيديو في المدونتي بلوجر. اسمع الكومنتات ونشوف ان شاء الله المشكله اتحلت ولا ما اتحلتش عندكم. رب المشكله تتحل. مفيش سنتزيه، ما انصحش ان حد يشتريها كده. كنت سنتها النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.